وجود مكتبة بطريق السيار شيء جميل، لأن بعض الأشخاص بصفتي كعامل بسوبرات يطلبون كثيرا كتب للمطالعة للترفيه في فترة الانتظار التي تكون هنا بالمحطة. ما لقاوهمش من جهه واحده اخرى في المكتبات وما لقاوهمش. كاين اقبال بزاف يسقسيوني سيرتو الناس الكبار يلقاو انا دي ليبر ما لقاوهمش كاع كوسمو في المكتبات ولا لا ديكو يتعجبو. كاين دي ليبر هنايا ما يلقاوهمش اير. حسن كيف سيرتو هنا مع القروض وطريق خير من التليفون يعاقب بالوقت تيبقى من يعاقبو في التليفون. معكم من محطة بابور نتحدث ان شاء الله عن المكتبة اللي راهي في القروض هنايا. مكتبة فكرة جميلة جديدة باهية ان شاء الله تكون بالفائدة على الجميع. لابد لنا في بعض الأحيان أن نمارس هواية المطالعة لأنها فقه، وأن نستغنى قليلا عن التكنولوجيا أو الملتي ميديا التي تسهل أشياء ولكنها تصعب علينا أشياء أخرى. لذلك يبقى الأصل دائما في الكتاب، والكتاب بطبيعته هو من خلق التكنولوجيا والميديا. إذن أنصح زملائي، أنصح إخوتي، أنصح أخواتي بالمطالعة، وأنا كشخص لدي فضول لأكمل هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله، ولكم التعليق وشكرا جزيلا.